أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تذكي المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية. وزراء دفاع كل من ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا أدانوا في بيان مشترك ما أسموه التصعيد الهجومي المستمر للنظام البيلاروسي الذي بات يشكل بحسبهم تهديدا جديا للاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى استخدام مينسك ورقة المهاجرين ضد الكتلة الأوروبية. الموقف آخذ في تصاعد، إذ من المحتمل أن يلجأ الاتحاد الأوروبي قريبا إلى فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا بعد أن اتهمها بشن هجوم متعدد الأوجه ضد الكتلة الأوروبية، وذلك بتشجيع آلاف المهاجرين الفارين من مختلف مناطق النزاع في العالم لدخول دول الاتحاد. وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد هدد بوقف إمدادات الغاز الروسي الموجهة إلى أوروبا عبر أراضي بلاده في حال إقدام الاتحاد على فرض إجراءات عقابية إضافية. أزمة المهاجرين دفعت بروسيا والناتو إلى الواجهة، إذ أرسلت روسيا قاذفتين استراتيجيتين قادرتين على حمل السلاح النووي لتسيير دوريات في المجال الجوي البيلاروسي منذ الأربعاء، وذلك لدعم حليفتها التي أكدت من جهتها أن طائرات روسية أجرت تدريبات الخميس لليوم الثاني تواليا. التصعيد في المواقف كان قد دفع بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لطلب المساعدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أمل إقناع حليفه في مينسك بخفض التصعيد وتفادي أي انزلاق يفضي إلى اندلاع الحرب.